باقي راجل تفاجئنا بهذا الفاجئ هذه، يعني هذا خبر صافي يعني انتهت، يعني ما بقيناش غادي نفهمنا شي حاجه. انا دابا حتى الان كنشوف العائلات ديالو باقي، يعني كيقول لك واحد شرب الوليدات ديالو المقاطع، يعني شنو وصلت هذه الحاله؟ شنو هاد الجرائم اللي ولاو كيوقعوا؟ شنو واقع؟ مع العلم ان الزوجه مرا كبيره ماشي شي مرا اللي هذا. لا 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 لا، هادشي بزاف، هادشي ولا خطير، لان تصدمنا اليوم. يعني كما كنشوفوا كلشي هنايا نايض الحراق، هي يعني الناس ما فاهمه والو باش يوصلوا الوليدات يعني وتشربوا من الماء القاطع. راه بزاف فعنا لا اله الا الله محمد رسول الله. فلهذا احنا ما جينا هنا باقي يعني كان باقي انا تالف ما عارف شنو كيفاش هذا الانسان يعني عطى القلب ديالو باش انك انت المقاطع كبدتك تشربوا لهم المقاطع. تشربوا لهم انا كنت شي كنرفص على الام ديالو على الزوجه ديالو. ماشي مشكل، احنا بين بنات المراه والراجل ماشي مشكل. الوليدات شنو الذنب ديالهم؟ شنو الذنب ديال هاد الوليد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. راه هادشي بزاف، راه فوق الخيال ولينا كنشوفوا هادشي. انا فاش سمعت الخبر واتصلوا بي قالوا لي اخوان راه كاين واحد السيد، راه شنو دار وشنو دار؟ الوليدات شربوا من المقاطع بهذه الطريقه وركبتك. واش دابا هادو ولا كيولدوا كي ما فهمتش انا القشيله اللي ولات؟ اش غتقول اخويا؟ اش غتقول؟ اش غتقول؟ يعني والله العظيم الى 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 زعما صافي لا اله الا ولينا كنحشموا ولينا كنحشموا نعرضوا هاد الماء. ما عندهم حتى شي شي لا ناقه لا جمال، ما الضحيه ديالاش ديال واحد الاب؟ واش هذا حمق؟ واش مسطي؟ واش كاين شي واحد كيعطي ولادو المقاطع؟ واش هاد الناس ولاو كيتفنوا؟ صافي جريمه سالات، جريمه سالات من الجار، سالات من الانسان اللي خدام معاك، صافي وليتوا كدوزوا لولادكم. ما فهمتش يعني هو على الزوجه ديالو المقاطع كبير خوالي على عينيها هربت تشاخم في الوليدات في الوليدات ومع العلم انهم ولادو. هاي دابا هنايا راه كيما شتي كلشي باقي مصدوم، هذا الخبر راه باقي دابا جديد، كلشي مصدوم ما عارفين والو، ما بقينا عارفين والو. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله ان الوليدات يتقاسوا بما القاطع. ما فهمتش الناس كيزيدوا كيدوا وليداتهم يقراوا، كيدوا وليداتهم يخدموا عليهم، كيضربوا عليهم تماره، كاين اللي كيطلب الوليدات كيخسر على راسه الملايين باش تجي غير وليد، كاين اللي ما عندوش ولاد، كاين اللي غير ربى وكيتقاتل وكيخسر عليهم، وهادو وليداتك ودير لهم الماء القاطع شي تشربوا ليه شي تخوي عليه، راه علامات الساعة. راه ماشي كنتمناو هذاك المؤبد، راه بزاف المؤبد وقليل فيه بحال هذا النوع. والله العظيم إلا هزولات، إلا كان هذا النوع كيتحمل المسؤولية ديال الأبناء ديالو، إلا هزولات حسبي الله ونعم الوكيل. الأم مسكينة دابا مريضة عينيها مدارة، الدراري ضحكوا. هذا مجرم، هذا مجرم، هذا سفاح، مش هذا أكثر من السفاح، هذا مجرم، هذا أكثر من هذا. الشيطان أفضل منه، الشيطان أحسن منه. الشيطان ما غيطيحك، الشيطان غيقول لك أتعصي ما تصليش ما تديرش، فهمتيني؟ ما غايقولك الشيطان شد المقاطع وشربوا لولادك بلا رحمه بلا شفاقه. عيب والله لا عيب، ولينا كنعيشوا في واحد في واحد الزمان، يعني شنو نقولك؟ لا اله الا الله، يا ربي تلطف بينا. يوسف رسالتك للمسؤولين باش رسالتي للمسؤولين بحال هاد النماذج، راه ما لقيناهمش غير يعيشوا معنا في المجتمع ديالنا. الا كنا بغينا نزيدوا بالبلاد القدام، وهاد النماذج راه ماشي كيشوهوا، راه كيحطموا البلاد بحال هاد النماذج، هاد الجرائم هادو، هادو هما المجرمين اللي ما خصهمش يبقاو عندنا. راه عينا يعني دائما الشوه بالطريقه واحد، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي خينا اخويا، ما نقدرش نزيد شي حاجه منك.